نروح صحيح. لنشاط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اللي نشر امبارح تقرير. التقرير ده شمل مجموعة من الانفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء في الفترة من 2 أكتوبر لحد 8 أكتوبر. الحصاد ده شمل الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات، بالإضافة للقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بها رئيس مجلس الوزراء.